طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. من المواقع المحلية الانتقالي يبدأ عملية تسلم الإيرادات المالية لعدن. من الصحافة الفرنسية منهم توكل كرمان، فيسبوك تعلن أسماء أعضاء محكمتها العليا لمراقبة المحتوى. موقع روسي يتحدث عن طفلة يمنية تنشر التوعية بمرض كورونا من داخل مسكنها في المخيم. أهلا بكم. قالت مصادر خاصة للمصدر أونلاين إن عددا من المرافق الحكومية في العاصمة المؤقتة عدن تعتزم تسليم إيراداتها للمجلس الانتقالي بعد تزايد الضغوط عليها في تطور جديد يأتي بعد تسلم المجلس أمس أكثر من مليار ريال من إيرادات الجمارك. وعنونا المصدر أونلاين: مرافق حكومية في عدن تبدأ إجراءات لتسليم إيراداتها للمجلس الانتقالي. قالت المصادر أن مسؤولين في ميناء عدن وميناء الزيت وهيئتي الجمارك والضرائب بدأوا حصر الإيرادات المالية للمرافق الأربعة تمهيدا لتسليمها إلى المجلس الانتقالي الجنوبي. وأشارت المصادر إلى أن المجلس الانتقالي كلف مسؤولين تابعين له في المرافق والمؤسسات الحكومية لمراقبة ملف تسليم الإيرادات المالية ورفع تقارير بأي عمليات لرفض للقرار. وأضافت المصادر أن قيادة المجلس الانتقالي لوحت باتخاذ إجراءات صارمة لم توضحها تجاه أي محاولات لرفض تسليم الإيرادات المالية للمنشآت والمؤسسات الحكومية في عدن. أما موقع عدن الغد فقد أورد في تقرير خاص مقدار الأموال التي تحصل عليها المجلس الانتقالي خلال الأيام القليلة الماضية. وعنونا الموقع في تقريره: المجلس الانتقالي يبدأ عملية تسلم الإيرادات المالية لعدن. وفقا للموقع فقد تسلم البنك الأهلي بعدن خلال الأيام الماضية مبلغا وقدره مليار ريال يمني من الإيرادات للمؤسسات الإيرادية بالمحافظة. ويقوم البنك الأهلي بجمع المبالغ وتوريدها إلى حسابات الانتقالي. وأشارت المصادر إلى أن مدير مكتب المالية بعدن مصطفى الشاعري أصدر توجيها قضى بفتح حسابات جارية للانتقالي. حذر الدكتور اليمني غلام ضبعان الحاصل على الدكتوراه في علم الميكروبات الطبية والمناعة من كندا من الخوف والهلع في مواجهة حالات كورونا، ويدعو لاتباع التعليمات الطبية الصحيحة والابتعاد عن التجمعات، ويضيف في مقتطفات كتبها الطبيب وتنشرها بلقيس: كورونا ليس قاتلا محترفا كي يصيبك الذعر عند معرفة أن أحدهم أصيب أو حصلت لديك أعراض مشابهة. كورونا مرض فيروسي تنفسي يشابه إلى درجة كبيرة كثيرا من الفيروسات التنفسية مثل الأنفلونزا. اتبع النصائح الطبية بدقة وتذكر أن 85% من المصابين يتعافون تلقائيا، منهم 30% لا يشعرون بأنهم أصيبوا أصلا. مع الحميات تصرف كما لو كان كورونا بدون خوف وقلق، واتبع التعليمات الصحية بدقة. تذكر أن القلق يضعف مناعتك ويجعل جسمك أقل قدرة على مقاومة أي مرض، والعكس تماماً. الروح التفاؤلية والإيمان والإجراءات الوقائية والأكل الصحي وشرب الكثير من السوائل وساعات نوم كافية ليس أقل من 8 ساعات، تلك الإجراءات هي سلاحك الفتاك ضد أي مرض وكورونا بالذات. الأسبوع الأول من ظهور الأعراض مهم ومحوري في التغلب على المرض. احرص على النوم الكافي، التغذية الجيدة، شرب كثير من السوائل الدافئة، استخدام خافضات الحرارة وإن استطعت فربما الكمادات. تحتاج إلى فيتامينات ومكملات غذائية تحوي الكثير من المعادن. تذكر لبس الكمامة كي لا تعد الآخرين. لدي قراءة متفائلة بخصوص وباء كورونا في اليمن برغم سوء الوضع العام. برغم الكثير من الأخبار التي تعطي مؤشرا أن كورونا سيكون مدمرا، وبرغم تسريب كشوفات من هنا وهناك توحي بفداحة الوضع، إلا أني أرى ضوءاً وسط هذه العتمة مفادها في النقاط التالية: أولاً، ظهور حالات الوفاة في عدن وحتى صنعاء ومناطق أخرى تدل على أن المرض قد انتشر مبكراً جداً ليس أقل من الشهر. وبالرغم من حالات الوفاة التي نحزن لحدوثها،
إلا أنه من المبالغ جدا القول أن ذلك مؤشر على أن المرض يحصد أرواحا كثيرة، فلا بيانات دقيقة ولا فحوصات. على العكس، قد يكون ذلك مؤشرا على أن خلف تلك الوفيات آلاف الحالات المصابة بأعراض بسيطة إلى متوسطة، وهي في طريقها للتعافي تلقائيا. في تقرير خاص بموقع الصحوة نت يكشف عن طرق استغلال الحوثيين للشهر الفضيل، وعنون الموقع: ميليشيات الحوثي تحول الشهر الفضيل إلى وسيلة لابتزاز التجار ومصادرة قوت الفقراء. ويورد الموقع قصة المواطن عبد الله 39 عاما وعائلته المكونة من 4 أولاد وأمهم، والذي يعيش على دخل متواضع من البقالة التي يملكها أسفل المنزل بعد أن قطعت الميليشيات راتبه من وزارة الدفاع. يقول عبد الله للصحوانت: إن الميليشيات لم تتركه أبدا في حال سبيله، ولا يزال مسلحوها يأتونه ببراندقهم المنهوبة إلى الدكان، حاملين سندات مبالغ يطالبونه بسدادها من قوت أطفاله. يقول: جاء الحوثيون إلي مرتين خلال الأيام الستة فقط التي مضت من رمضان. في المرة الأولى تمكنت من صرفهم ب2000 ريال دسستها في جيبي قائد الحملة، وبعدها بيومين جاءوا بسند زكاة للدكان بقيمة 10,000 ريال. قلت لهم إن الزكاة معروفة ولم نسمع من قبل بزكاة الدكان، فأجابني قائدهم بأنها زكاة خاصة بالمجاهدين. أعلنت شركة فيسبوك أول 20 عضوا في مجلس الرقابة التابع لها، وهو هيئة مستقلة يمكنها إصدار أحكام على سياسات فيسبوك والمساعدة في الإشراف على المحتوى وسماع الطعون في القرارات الحالية. وعنونا موقع الجزيرة نت: منهم توكل كرمان، فيسبوك تعلن أسماء أعضاء محكمتها العليا لمراقبة المحتوى. قال الموقع إن فكرة المحكمة تهدف لمواجهة الانتقادات التي تعرضت لها الشركة في السنوات الأخيرة بسبب قضايا الإشراف على المحتوى المنشور على منصاتها، كالفشل في مكافحة خطاب الكراهية في بعض الدول ونشر صور ومحتوى مضلل. وسيركز مجلس الرقابة على شريحة صغيرة من قضايا المحتوى الصعبة، من ضمنها خطاب الكراهية والتحرش وسلامة الأشخاص. قالت فيسبوك إن أعضاء مجلس الإدارة عاشوا في 27 دولة ويتحدثون 29 لغة على الأقل. الصحافة الفرنسية بدورها تابعت إعلان فيسبوك وتشكيل لجنة حكماء، وعنونت صحيفة أكتو أوغونج الفرنسية: اليمنية توكل كرمان ورئيسة وزراء دنماركية سابقة وشخصيات من جميع الاتجاهات لمجلس حكماء فيسبوك. وقال تقرير للصحيفة ترجمة لصالح قناة بلقيس: اختار فيسبوك شخصيات تمثل مجموعة واسعة من البلدان واللغات والخلفيات لتشكيل مجلس يقرر بشأن المحتوى المثير للجدل في المستقبل. وقال برينت هيرث مدير السياسة العامة للشبكة الاجتماعية: إنها بداية لتغيير جذري في الطريقة التي سيتم بها اتخاذ بعض أصعب قرارات المحتوى على فيسبوك، بعد أن أعلن عن الموضوع الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج في أواخر عام 2019. تم الكشف في أواخر يناير عن مشروع نوع من المحكمة العليا لها القول الفصل حول ما إذا كان سيتم الاحتفاظ بالمحتوى المثير للجدل على شبكتي فيسبوك وإنستغرام أم لا. قالت الشبكة الاجتماعية إن عددهم سيرتفع إلى 40 بمرور الوقت، ولديهم خبرة كبيرة في العديد من المجالات الرئيسية بما في ذلك حرية التعبير والحقوق الرقمية والحرية الدينية والإشراف على المحتوى وحقوق النشر الرقمية أو الأمن عبر الأنترنت والرقابة على الأنترنت والشفافية. بالنسبة للنساء، تضم القائمة وفقا للصحيفة الفرنسية هيلي شميث رئيسة الوزراء الدنماركية السابقة، بالإضافة إلى الحاصلة على جائزة نوبل السلام اليمنية توكل عبد السلام كرمان، وهي صحفية وناشطة وسياسية ملتزمة بالدفاع عن حقوق المرأة. ويلتزم فيسبوك بنشر جميع القرارات التي يتخذها مجلس الإشراف مع حماية هوية وخصوصية الأشخاص المعنيين من ناحية أخرى. لن تتمكن الشبكة القوية من إقالة أعضاء المجلس أو موظفيه الذين سيعتمدون على تمويل بقيمة أو سيعتمدون على تمويل بقيمة 130 مليون دولار.
القضية الفلسطينية بين التطبيع والواقع العربي. تحت هذا العنوان كتب أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت شفيق الغبراء مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي. محاولات إنهاء النزاع العربي الصهيوني بلا تحقيق قيم العدالة ونهاية للظلم غير ممكنة. كل الظروف الموضوعية تؤكد بأن النزاع العربي الإسرائيلي لا زال في بداية البداية. في هذا الصراع يسرق العدو الأرض ويحرق المحاصيل ويدمر الحياة ويحاصر المدن، كما ويسجن الشبان والأطفال والشيوخ والنساء. لكن النزاعات مراحل، فما تقوم به الصهيونية بحق الفلسطينيين والعرب قد يقوم به العرب تجاه إسرائيل في زمن آخر. من يمارس العنف يجب أن يتوقع عنفا مضادا، ومن يأخذ الأرض والحقوق يجب أن يتوقع أنه سيتعرض لمصادرة مضادة. من عاش شاهرا السيف منذ بدايات القرن العشرين سيستنزفه السيف لأبد الآبدين. المرونة العربية لم تكن استثناء. الرئيس السوري حسني الزعيم قدم بعد عام 1948 عروضا سخية لإسرائيل، كاستعداده لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، لكن إسرائيل رفضت، كما عرف عن عبد الناصر مرونته من خلال رسائله للولايات المتحدة. لقد استعد ناصر للسلام بشروط تحمي الكرامة والحقوق العربية، لكن ذلك أدى بالنهاية لضربة حرب عام 1967، كما أن مرونة منظمة التحرير في أوسلو من عام 1993 أدت للمزيد من الاستيطان الإسرائيلي في ظل المصادرة والاحتلال والحصار. لقد رفضت إسرائيل كل الحلول، ومن أهمها المبادرة العربية للسلام التي نتجت عن مؤتمر القمة العربي في بيروت في العام 2002. يتحدث موقع RT الروسي عن طفلة يمنية تقيم في مخيم للنازحين لكنها تقوم بنشر التوعية بمخاطر كورونا. وعنوان الموقع: منى اليمنية طفلة تواجه كورونا بالوقاية في مخيم للاجئين. ونشرت منظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة اليونيسف مشاهد تظهر طفلة يمنية نازحة تدعى منى زايد 10 سنوات تتحدى كورونا بالوقاية منه في مخيم الشعب في عدن حيث تعيش مع أهلها. وتروي الطفلة خلال مقطع الفيديو الذي نشرته المنظمة الدولية على يوتيوب الوضع البائس في اليمن حاليا وكيفية تعاملها الحذر هي وأسرتها واتخاذها الإجراءات الوقائية تجنبا لعدوى فيروس كورونا الذي يجتاح العالم، حيث تقول إنها تحاول جمع المياه عندما يقل عدد الناس لأنه عندها تكون احتمالات العدوى بفيروس كورونا أقل. ويظهر مقطع الفيديو قيام الطفلة منى زايد بغسل يديها جيدا وتنظيف الخضروات بعناية لمنع انتقال عدوى الفيروس. عن كورونا بين الخوف والرجاء، تحت هذا العنوان كتب حلمي الضالعي مقاله المشهور في موقع عدن الغد، وقال في أجزاء من المقال: هنا حين ينتشر كورونا يصير الوضع مختلفا، إذ قد غابت الدولة بمعناها الخدمي والوطني منذ 30 عاما في الجنوب ومنذ 1000 عام في الشمال، وأصبح الملايين بلا راع في ليلة شاتية، وأول ما فقدت النظام الصحي. بدون كورونا نحن البلد الأوحد في العالم الذي ظهرت فيه أمراض لم يعد يعرفها العالم إلا في تاريخ العلم ومتاحفه. بدون كورونا نعاني من حمى الظنك والجدري والجرب والطاعون والملاريا والمكرفس وحمى الوادي المتصدعة والكوليرا. نحن البلد الأول في العالم الذي يستهلك أكبر كميات من الحقن المغذية والمضادات الحيوية ومحاليل الإرواء حتى نفدت أو كادت. بدون كورونا نحن شعب يعاني نصفه من الفقر ويتهدد نصفه الآخر خطر المجاعة. نحن البلد الأول في العالم الذي توجد فيه مستعمرات البعوض والذباب، والقوارض تعيش في أكبر المستنقعات التي تسببها الأمطار وفيضانات المجاري. نحن الشعب الأول في العالم الذي يستحوذ على معظم نفقات المنظمات الإغاثية العالمية من مختلف الجنسيات والأديان على الأقل في الورق، بينما تذهب حقيقة إلى اللصوص ولا ننال إلا النزر اليسير منها. نحن بلد منكوب مغلوب جائع مشرد يعاني الحروب والأوبئة والحكومات الأفسد في تاريخ العالم والجيران الأقسى قلوبا وأفئدة. نحن شعب مستضعف مدفوع بالأبواب والمطارات والموانئ بلا دولة ولا ناصر ولا حليف ولا ولي ولا معين، لا أطباء ولا مستشفيات ولا أجهزة تنفس ولا معدات رش أو تعقيم ولا حظر ولا حجر ولا هم يحزنون.
تدور راحة حرب إعلامية شرسة بين الإدارة الأمريكية والصين حول مصدر فيروس كوفيد 19 الذي يعرف أيضا باسم فيروس كورونا الجديد، وعنون موقع البي بي سي: فيروس كورونا، ما قصة المختبر الصيني الذي يتهمه ترامب بنشر الوباء؟ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو اتهما الحكومة الصينية بالتستر لفترة طويلة على حجم انتشار العدوى ومدى خطورة الفيروس، كما قالا إن هناك تقارير استخباراتية كثيرة تشير إلى أن الفيروس تسرب من مختبر الفيروسات في ووهان. وردت الصين على الاتهامات الأمريكية قائلة إن الرئيس ترامب يحاول التغطية على فشل إدارته في مواجهة الفيروس واتخذت الإجراءات المناسبة. لا يعرف أحد كيف انتقل هذا الفيروس الموجود في نوع معين من الخفافيش والذي عثر عليه في إقليم ووهان، خفاش حدوة الفرس، إلى البشر. هناك نظرية تتحدث عن انتقال الفيروس من الخفاش إلى قط الزباد ومنه إلى البشر، ويذكر أن هذا النوع من الخفافيش يعيش في كهوف عميقة وفي مناطق يصعب الوصول إليها. وهناك رواية أخرى تتحدث عن إصابة باحثة في المختبر بالفيروس ونقلها العدوى إلى شريك حياتها لاحقا. والجدير ذكره أن هذا المختبر يتولى دراسة انتقال الفيروسات القاتلة من الحيوانات إلى الإنسان منذ دخوله الخدمة قبل 5 سنوات. توثق الصور اللحظات والمشاعر، وأحيانا كثيرة توصل رسائل تعجز مئات وآلاف الكلمات والجمل التعبيرية عنها، منها هذه الصورة التي تنشرها صحيفة الغارديان. نتابع. عدد من رسوم الكاريكاتير التي تنشرها الصحف والمواقع نتابعها في آخر جولة من حلقة اليوم. وبهذه الرسوم نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.